أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي الاثنين أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وأن العالم يواجه أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل. الصفدي أدان بشدة استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح لفرض الضغط على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا السلوك يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم، معتبرا أن الصمت العربي يجعل الوضع أكثر تعقيدا. نكون واقعيين، الأردن وحده لن يكون قادرا على فرض وقف هذا العدوان الذي تتحدى فيه إسرائيل العالم كله، كما قلت تخرق كل قانون دولي، تخرق القانون الدولي الإنساني، ومستمرة في عدوان بدأنا نرى أن أصواتا أكثر في العالم بدأت ترفضه وتتصدى له. ثمة تغير في الموقف الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي، إزاء ما يحدث من تجويع للناس، من قتل لهم، من حرمانهم من المساعدات، لكن ما زلنا في نتعامل مع واقع تتحدى فيه إسرائيل القانون الدولي، وتتحدى فيه حتى شركائها. حتى الولايات المتحدة الشريك الأكبر لإسرائيل قالت بعدم شن الهجوم على رفح وطالبت بإدخال المساعدات، لكن إسرائيل تتحدى الولايات المتحدة أيضا، وتتحدى الأمم المتحدة، وتتحدى القانون الدولي. اليوم كما قلت هنالك مشروع لقرار لمجلس الأمن يطالب بوقف للنار، يطالب بإدخال مساعدات. نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على تبني هذا القرار، حتى ولو فقط من أجل اتخاذ موقف أخلاقي قانوني بأن ما يحدث من جرائم حرب، ما يحدث من قتل الأبرياء، ما يحدث من تجويع لهم مرفوض وغير مقبول، ويشكل خرقا لكل ما يمثله مجلس الأمن ويمثله القانون الدولي العالمي. بالنهاية إسرائيل تقوم بما تقوم به لأن ليس هناك ما يردعها عالميا. ما نقوله أن الوقت تجاوزنا الوقت الذي يجب أن تواجه فيه إسرائيل تبعات ما تقوم به. هذه الحكومة الإسرائيلية التي يقودها متطرفون عنصريون لا يمكن أن يسمح لهم بالاستمرار في قتل الأبرياء وبإغراق المنطقة كلها في خطر توسع الحرب واستمرار الصراع. بدلا من إرسال السلاح إلى إسرائيل يجب إرسال الوفود التي تفرض عليها وقف الحرب، يجب إرسال المساعدات، يجب أن تواجه إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الحالية عقوبات على ما تقوم به من خرق للقانون الدولي. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوضع الإنساني في غزة يشكل تحديا كبيرا، مشددا على ضرورة وقف الهجمات والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين. وافق على قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن في الوقت ذاته واجبنا يحتم علينا القيام بكل شيء لحشد المجتمع الدولي برمته، وأن أرى توافقا ينشأ في المجتمع الدولي حتى في البلدان التي تعتبر أصدقاء وحلفاء لإسرائيل. أرى أن هناك توافق آخذ في النشوء بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأرى توافقا ينشأ بأن الهجوم البري على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي، وأرى هنا توافقا ينشأ بين في المجتمع الدولي يقول لإسرائيل. وفي ختام المؤتمر وجه كوتريش رسالة إلى من يعارضون حل الدولتين، مشيرا إلى أنهم يجب أن يعرضوا بديلا واضحا لهذا الحل، مؤكدا على أهمية ضمان حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.